صلى الله عليه وسلم. سمحت الوالد، يقول السائل: المشهور أن معنى الرحمن أي بالناس، والرحيم أي بالمؤمنين، وهل يرد عليه قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ فهل يقال إن معنى الرحمن أي رحمة حاصلة، والرحيم أي رحمة واصلة؟ الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، فخص المؤمنين لأنه بهم رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني رحيم بالمؤمنين على هذا التفسير، ما هو بكل الناس بل بالمؤمنين منهم، لا تنافي بين هذا وهذا. نعم.